ما تنساوش الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم تخليوا لي لايك وتعليق وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد وفرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا وسهلا بكم معايا مرة اخرى في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيدة. فاليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقة تحضير كيك بالشوكولاتة كيجي منفوخ وخفيف غيعجب الكبار وحتى الصغار. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمكونات اللي غنحتاجو: 4 حبات من البيض، كأس عنبة من الحليب، كأس عنبة من سكر خشن، كأس إلا ربع من الزيت النباتية، كأس ياغورت بنكهة الفاني، وغنحتاجو أيضا كيس ونصف من الخميرة الحلوة، جوج أكياس من الفاني، وجوج أكياس من الكاكاو، وكذلك غنحتاجو الدقيق اللي غيكون حسب الخليط. فبالنسبة لطريقة التحضير سهلة جدا، فكناخدو البيض مع السكر خشن والزيت النباتية والفاني وكنخلطو جميع العناصر مع بعض حتى يندمجو مزيان. ومن بعد فكنضيفو الحليب مع الياغورت ديال الفاني وكنستمروا في التحريك. ومن بعد كنضيفوا الدقيق شويه بشويه، ما كنديروش الدقيق كامل، كنديروا غير شويه حيت غادي نقسموا العجينه ديالنا. وكذلك ما نساوش الخميره الكيميائيه نضيفوها. من بعد كنمروا لمرحله قسم العجين، فانا غادي ندير النصف يبقى باللون الابيض والنصف الاخر غادي نديرو بنكهه الكاكاو. من بعد فاش قسمت العجينة لنصفين، فأنا غادي نضيف دقيق شوية في العجين اللي بالكاكاو وكذلك بالنسبة للعجين الأبيض. من بعد ما انتهيت من العجين فأنا وجدت المول ديالي كيف ما كتشوفوا، فرشت له ورق ديال الطبخ ودهنته بالزبدة ورشيته بشوية ديال الدقيق. ومن بعد غادي نبدا نخوي الخليط ديالي، فغادي ندير طبقه من العجين الابيض وغادي نتبعها طبقه من العجين الاسود وغادي نبقى على هذا الشكل هذا حتى نعمر المول ديالي. ودابا غادي ندخل الكيك ديالي للفرن. فكيكون هذا هو شكل الكيك من بعد ما خرجته من الفرن. ودابا غنمروا مباشره لمرحله التزيين، فانا غادي نرش الكيك ديالي بالسكر ابيض وغادي نزينو بصلصة الشوكولا، فغادي ندير خطوط عشوائية. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بالشوكولاتة، كيجي رائع وخفيف وسهل التحضير، ما كياخدش وقت بزاف. كنقدمو لكم بالصحة والراحة. نتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، ما تنساوش تخليو ليا تعاليقكم وآراءكم، وشكرا على المتابعة.